مرحبا جميعا، يعطيكم العافيه. جاسر مصطفى وفاء، مرحبا. راح نكون معكم ان شاء الله بالفيديوز اللي حكينا عنها في المره الماضيه اللي اسمها كارير توكس، واللي حكينا هي متى راح تصير تنزل. بالضبط كل يوم الساعه 9:30 توقيت قطر، من صفحتين لاربع. اذا قدرت انك انت تكون بهذا الرينج فالوضع راح يكون كثير منيح. اوكي، البوينت اللي كثير مسلية، خاصة يعني خاصة مع الصبايا حلوين الأوامير، نحبكم احنا بنموت فيكم. الكلس، شو رأيك في موضوع الكلس؟ اوكي، If you're going to talk about colors, please make sure not to put more than 2 colors, maximum 3, but make sure that the colors are like calm, not vibrant. يعني it's not like a flashy orange or yellow or red or something. Just make it like bluish, maybe grayish, things like very calming and things, because these colors always give the assumption of your like maturity. And it's preferably like not to pass 2 colors, which is the black and another color. You know, that's my opinion and that's my preference as a recruiter. يمكن كثير كثير هو موضوع يعني كثير حساس. أنا بالنسبة لي إذا بدك تحكي عن معاني الألوان، يعني مرات تيجي CV لونها pink، I skip من غير ما تطلع إيش بيسوي، يعني definitely. يعني إذا أي شيء رسمي أنت بعت لي CV لونها pink أو purple أو magenta او رد، حتى الرد اساسا هو بطبيعته اللون الاحمر هو لون منفر وبخليك تخلص الشغله اللي بايدك بسرعه. اذا بدك تحكي عن معاني الالوان، راح احكي لك طب ما انا بحط يلو، اليلو ريفرشمنت. طب ما هو اليلو على باك جراوند بيضاء على السي في مش حيبين اصلا. حيحكي لك انا بحط اخضر، اي دونت مايند. اذا كان ولا بد، اذا كان ولا بد بدك تحط لون في السي في، فجو فور وان كلر او تو كلرز. وانا بفضل انه ما يكون في كلرز، وانا بس السي في تبعت اكثر فيها لون مع يمكن واحد جراي وموجودين لاني مكسل اغيرهم يعني. لاني مش عم بقدم على شغل. انا بفضل صراحه، انا جاسر بفضل تبعث لي CV لون الفونت كل اللي فيها لون اصلا. هلا هاي preferences as you said, people have different tastes as well. احنا كريكروترز we have different tastes. فthe fact of having a pink CV, I personally would love it, especially if it's a girl and especially if it is for a fashion, let's say, company or a fashion industry. So you always have to think before you put the colors. جد حلو، والله حلو الاشي اللي عم بصير هلا النقاش هذا. انا بالنسبه لي السي في مش مكان اني انا انشد ل your taste ب وات ايفر. يعني اذا استواني اذا بعثت لي اياها باللون الاسود ديفينتلي، اذا انت يعني اذا انت فاشينيستا او اذا انت ديزاينر او اذا انت او انت جرافيك ديزاينر او وات ايفر انتير ديزاينر او بلا 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 بلا، كل هدول فيلدز اوف ذا كرييتيف ارت خلينا نحكي، كلهم راح تضطر تبعث لي بورتفوليو. Let's not talk about the portfolio because yes, definitely you're gonna have to attach a portfolio. Yes. If you're that type of job, if you're applying for that type of job or if you're that type of professional. بس بحكي in general, I mean like for the CV, it should be, I mean like it's okay, but not to put, as I said, flashy orange and put multicolors in it, you know. Yeah. Oh, this is the main, and then we'll speak about this in a later on video, inshallah. Yes, definitely. خاصة للناس اللي بيشتغلوا بفيلد الديزاين. ما حكي عن الناس تانيين، صراحة عم بطول فيديو، خلينا نروح على النقطة اللي بعد. حكت لنا وفاء، بليز البيكتشر، اعرف كيف تتصرف الصورة اللي بدك تحطها. In case انت البوزيشن اللي مقدم له هو في دايركت كونتاكت مع الكلاينتس، حط صورة إذا مطلوب إنه الشخص يكون بريزنتبل، وإذا أنت مش بريزنتبل سوري يعني على الجملة اللي كثير صعبة، ما تحط الصورة. لأنه ممكن إنه تكون عندك سكيلز كثير خرافية ولما تحط صورتك يحكوا إنه مش هذا الشخص اللي ممكن يقدم الشركة. Sorry جاسر but it's not like أنت مش بريزنتبل، but some people are not just not their photogenic. They are look fine. Yes, they yes, look yes. fine in person, but subhanallah, whenever they take picture, just doesn't look that great. Yes. But it is better just to avoid it, as she said. Maybe subhanallah, what you say, عندك لقبول. يعني yes. انت انسان حباب. But people, when you see how you look, they like a bit hesitated. But it's better let's not do it. بالضبط. أنا بفضل صراحة إنه ما تحط الصورة. أنا حكي شغلات يمكن شوي هاي يعني secrets التوظيف بالنسبة لإلي وبالنسبة للناس اللي في مجال، يمكن HR بيختلفوا عنه، بس شغلة كثير كثير ضروري. أنا ما بشوف حدا بشيء، وما بشوف حدا حلو، to be honest. وما بشوف حدا كثير مرتب وحدا كثير مش مرتب. أنا ما بحكم على الناس هيك، بس ححكي اللي بصير.
مرات تحط الصورة وما بتكون the taste of the person اللي عم بيشوف السيفي تبعك. يعني انت اوكي شخص حلو مرتب وابن عالم وناس وكذا، بس يا اخي انا زوجي اشي تاني literally اذا عم نحكي عن الصورة نفسها. ومرات بتكون بنت كثير حلوة كمان، خلينا نحكي او خلينا نحكي على بنت، بنت كثير حلوة ولبسها كثير مرتب وحبابة والى اخره، بس عم بتقدم شركة مقاولات، ممكن they avoid انهم يوظفوكي عشان الانفايرمنت كلها شباب وصعب تحط بين الشباب بنت كثير حلوة literally هذا اللي بصير. فانا بفضل ان الصورة ما تنحط، خلي المقابلة الفيس تو فيس والسكيلز والمعلومات اللي عندك هي اللي بتحكم بالاول. تيجي على المقابلة تاخذ انترفيو لانه ممكن تكون حدا كثير شاطر قوي سكيب اي شيء ثاني ممكن ياثر على هذا الموضوع. فهذا موضوع الصورة. نروح للموضوع اللي بعده عشان ما نطول كثير اكثر من هيك. References. شو رأيك موضوع references؟ References. I personally don't prefer for people to put references unless if it is requested from them. يعني like first of all, sometimes because the people that you put their number are maybe getting approached for these people. Let's say you're applying for a job and that recruiter actually looking to change the job. Let's for example, يعني it happens. And then you put the references of the HR manager or whoever, and these people they will, يعني they will contact them. And then even when you go and you apply for your CV, you send your CV to different emails, or you go, you put a physical like CV into different companies, and that it has those references, these people they will get contact, and yes. It's not good in your image or for them. I personally prefer to put just the small line, which is reference upon will be provided upon request. Yeah. It's simple, it's nice, and it won't make any difference. And people don't, not all the recruiters they actually call or contact require references. So it's just an additional information can be provided on a later on stage. أنا واحد من الناس مستحيل أرمي على references أحكي له كيف كانت وفاء عندكم في الشغل، لأنه ممكن أنا أكون المدير تبع وفاء او ال HR department manager او ال head of the design space، وانا وفاء ما كنا متفقين، بس وفاء حدا كثير سفاح في الشغل، انا واحد مش منيح، فلما حدا يرن علي يسالني عن وفاء كيف كانت الشغل او شو الجوب خلينا نحكي description تبعها او whatever انسفها. او مثلا let's say ما بعرف اذا بتسالوا عن السالري، يعني مثلا ممكن يسالوا عن latest package او اللي كانت موجوده، مثلا اذا وفاء let's say حاطه 20,000 ريال في مثلا في الوظيفه اللي قبله هي literally كانت تاخذ 20,000 ريال، اجي انا احكي لهم 3,000 ريال مثلا. فبكل الاحوال انا بشوف الريفرنسز مش شيء مفيد انه ينحط الا زي ما انت حكيت بالضبط، اذا طلب منك فانت بتقدم هذا الموضوع. وبالمناسبه اذا انت كمان ما حتحطه فلا تحط انه references are available upon request. يمكن اكون حاطها بالسي في تبعي باي ذا في في لانه في a lot of people يعني ما يكونوا الرفرنس تبعهم cooperative. ف if you feel like your references people they will not be cooperative and they will not support you, just don't put. It's as simple as that. Yes. If they request it later on, you can request someone else from the same company that you work for. Maybe not your direct manager, maybe your director or some of your colleagues to give the reference. It doesn't have to be your direct manager if, as he said, you're not getting along. Yes. And that's as simple as that. Maybe me. عشان هلا يمكن يكون وصل الفيديو 20 دقيقة مع المونتاج يمكن يرجع ل 16 صار دقيقة. خلينا نروح على آخر 2 points إحنا حكيناهم أو أنت حكيتي أصلاً فيهم. الهوبيز والسكيلز. الهوبيز أفضل لي فيها عشان أختصر عليك، بس حذكرك بالشغلة حكيتي لي إياها مرة وإحنا قاعدين. إذا كانت الهوبيز إلها علاقة بالشغل، يعني أعطينا مثال. That's the point I was going to talk about. So basically, if you're a player, a football player, or you love football and you're applying, let's say, a football company, it is nice to put it as a skills or to put it as an extra information down. But let's not too, it's not mandatory صراحة. I always say it's not mandatory in all the places. يعني even if you didn't. I work for a football company and I never been, يعني I never played soccer ever in my life. Yes. And basically 90% تقريبا من الناس who's in that company they never did. So if you feel like you wanted to put it when it comes to companies that they have relations towards with these skills, okay. But if not, then it's okay. Maybe if you're applying for a traveling agency or a traveling agency company and you love traveling, you can put it, let's say, in the objective as well, in the very beginning, like say passionate about the travel. It's fine. That's a hobby
and it is a skill, and you're applying for a traveling company, you know what I mean? But I just not put it as a hobby, and then I will put like reading, I like going to cinema, or I like swimming, or traveling. It just doesn't make sense. Mm-hmm. It doesn't make sense to me as a person or as a recruiter. I don't care about your personal life. بالضبط. I mean like... من الأشياء اللي ممكن تكون لها علاقة برضو في الوظيفة. إذا أنت أرتك عندك الهوبيز مثلاً الرسم. هدول شوي لهم علاقة بعض. إذا أنت interior designer, او جرافيك ديزاينر ومن الهوبيز تبعك انك انت تكنولوجيكال او خلينا احكي تك دروينج انك ترسم مثلا على الادوات اللي نستخدمها في الديزاين that would be skill that would be put it in the skill okay. set والله كمان مره هاي باي ذا واي عادي جدا تكون انت مفكر اشي هو صح وتكون غلط يعني مثلا هلا احنا حكينا ما تحط الهوبيز انا مش متذكر اذا انا اصلا شايلهم من السي في تبعي فراح اكل هوا لما تعمل ايفالويشن للسي في anyways ما حرجع نحكي عن السكيلز لأنه أنت وضحتي موضوع السكيلز بدنا نعيد الحكي في شيء تاني بدنا نحكيه عن السي في؟ I don't think so. This is general. But if we have any other points or if you have any questions, I think put them and then we can just discuss them in a later on stage. بالضبط. فا اللي حيصير إنه إذا الفيديو طلع كتير طويل بدك تسمحي لي إن أنا أفصل إلى two parts ونرجع على two videos خلينا نحكي على اليوتيوب إذا شايف إنه الفيديو مهم وإذا الموضوع هاي بتهمك فيا ريت لو شو يعملوا لنا. Subscribe. بنعيد النوتيفيكيشن بيل لحتى يوصلك دائما النوتيفيكيشنز اللي حتكون عن هاي المواضيع وحطوا لي في الكومنتس إلي ولوفاء أسئلتكم عن موضوع السي في وعن أي موضوع له علاقة إيذر بالإتش آر هيومن ريسورسز أو الريكروتمنت أو أي شيء إحنا ممكن نساعد فيه أو نشمله سواء بهاي السيريز أو السيريز الثانية لوفاء خلاص يعني داخلها مفقود وخارجها مولود إن شاء الله حبل معانا على دخول بالشانل فلهون نقدر نحكي لكم يعطيكم العافية and see you guys bye bye